السلام عليكم أعزائنا متابعين صفحة عالم الفقاسات، تحية طيبة من مكتب عالم الفقاسات في ساحة الخلاني بغداد. اليوم وصلت لنا محركات تقليب مستمر. هذه المحركات تعمل على فولتين 220 فولت، سرعتها ربع دورة بالساعة، يعني تكمل دورة كاملة كل 4 ساعات، وتعمل بعزم عالي. والسعر هذا المحرك 10,000 دينار عراقي، من الممكن أن تربطه على أي من الرفوف اللي أنت تستخدمها لتقليد البيض حتى تستغني عن المؤقت التايمر. هذه المحركات إن شاء الله موجودة في مكتب عالم الفقاسات في السنك مقابل تسجيل عقاري. طبعاً اللي تختلف هاي المحركات بي عن المحركات التركية إنه المحركات التركية تعمل على فولتية 5 فولت، هذا هاي المحركات تحتاج محولة بنفس السرعة أيضاً ربع دورة بالساعة. أما هاي المحركات تعمل بفولتية 220 فولت، بمعنى تقدر تربطها إلى الكهرباء الوطنية بصورة مباشرة. شكراً جزيلاً.